النهاردة بيتوه مني، بيضيع. أنا عارفة إني خنت الأمانة والوعد، بدل ما ربيه بإيدي رميته في حضن غيري عشان أنجي روحي. كنا بنبص في خلاق بعض وما بنعرفهاش. ملامحك هي اللي فكرتنا ببعض. حاسه اني حطيت راسك في الطين، بس ورحمه ابويا ما كنت اقصد اعمل كده ابدا. كل ليله بتعدي عليا من غيرك بتوجعني، وكل ما افكر ان احنا هنقرب الاقيك بتبعد. انا حاسس اني بعيد من ساعه ما رجعت، وانا حاسس ان في حاجه بعدنا عن بعض. الواد حلو مايل وسكته عوجه. انا مش عارف ايه اللي حصل. لو عليه هو يولع بجاز وسخ انا ما يهمنيش. هو فاكر قرار المخدرات ده ايه؟ زي اللي بيشوف في السما؟ ياللي معاك القش والايام تحت ضيره مايل. هجيب لك الدنيا تحت رجليك. هتفتكر اني بقيت بتاعتك لوحدك. انا طول عمري نفسي حلوه وبحب الرجاله. عمري ما ندمت على غلط عملته. عايز يدوس في سكه الحرام يدوس. انت اتخبلت ياض، اوعى القرشين اللي معاك للسوق انت. ايه طالما عارف يقوم الموج علينا عشان يبلعنا، انا شايف اننا الماي. كان كتفي في ظهره وعمري بحاله، بس طلعت ماليش عايز اعمل. مش لازم ابقى شبهك يا سيد عشان تفضفضني. اي حاجه تطلبها مني مش مهم صح او غلط. الكار ده كله بمعلمين وبصبيان وكوم ويافطه فوضل اسمر كوم تاني. حواري بوخارست قريبا في رمضان على التلفزيون.